نداء عاجل للسيد الرئيس، حب نقول لك حاجه، راهو الكوش البان سبيسيو الكوش العصريه نتاعنا راهي كل بتاع شباب، سيد الرئيس كل في عماري انا كنا شباب حلينا الكوش هذوم، كنا شباب اغزر عمل دوره بالكاميرات تقلنا كنا شباب، احنا شنيا ذمنا تو كي بلوكيتنا سيد الرئيس ما زودناش في الفارين، احنا اصبحنا بطاله، سيد الرئيس ورانا مسؤوليات ورانا كراوات ورانا شيكات ورانا خدامه، انا واحد من الناس مربوط بسبع عائلات تو كان يخدموا معايا، سيد الرئيس شنيا ذنبي انا كشباب راني نخدم، ما قلت انت شبابي ما نحبوش الشغل بحر وترجع فيهم من برا، هكا رجعت شبابك او شبابك اليوم صالح ويخدم وصبح عنده كوشه وماخو قرض على البي تي اس حب يخدم، راني نحكي باسمي وباسم الشباب او كنا شباب، كنا شباب اولادنا بربي تكلموا يا شباب، كنا شباب، سيد الرئيس انت ترجع في ولادك من البحر، او ولدك لهنا يحب يخدم، ولدك يحب يخدم لهنا سيد الرئيس، قل لي انت شنو هي ذنبه لهنا في بلادك، انت تو حطبني سيد الرئيس سامحني بعد كل احتراماتي ليك، سيد الرئيس شوف لنا حل، انا عندي جمعه بطال مسيب شيكات انا البارح اليوم دخلوا لي شيكات راني واقف هوني لهنا وشيكاتي ما بقيتش كوني خلصها لي، سيد الرئيس كرهبتي على الليزينغ. قول لي شنو هو الحل سيد الرئيس ما قلت شباب يترجع فيهم بالبحر راني بحذاك سيد الرئيس راني بحذاك وقاعد تحت حيط والسم زرقتني لهنا من 6 تصبح سيد الرئيس شوف لنا حل بربي سيد الرئيس ما تخليش ما تخليهمش يغلطوك يا سيد الرئيس ما تخليهمش يغلطوك وغزوا لي الشباب عمري 25 سنه يا سيد الرئيس ما زدت كي حد يتساقي في الدنيا سيد الرئيس بربي ما تخلينيش ما تخليهمش يغلطوك سيد الرئيس شبابك يخدم الخدمه ذي راه شبابك كنا عمرنا 30 و25 سنه سيد الرئيس بربي شوف لنا حل سيد الرئيس تخليهمش يغلطوك والله هذيك مستقبل رئيس سيد الرئيس مستقبلي ما عندي حتى مهنه اخرى حياتي كامله نخدم في كوشه سيد الرئيس حياتي كامله تو ما نلزمش نبدا حتى صنعه اخرى قول لي انت تو كي باش تحط شو نعمل انا بعد كي انت تحطمني شو نمشي نخدم فخار ما صنعت شو نمشي حداد ما صنعت انا شنو باش نعمل سيد الرئيس رانا شبابك راني عندي 20 سنه نخدم في الخبز بطلت القرايه عمري 12 سنه نخدم في الخبز سيد الرئيس نخدم في الخبز تو انا ما صدقت ربي ضحيت وحرمت روحي من برشا حاجات باش حليت الكوشه كونت البي تي اس تسال وكونت روحي تو هاني انا مازلت عملت خطوه في الدنيا ما خسرت شيء حب نغزر المستقبل حب نخدم بلادي حب نعاون بلادي شوف لي حل سيد الرئيس شوف لنا حل مش شوف لي حل كنا شباب لهنا سيد الرئيس بربي سيد الرئيس لا تخلينا ما تخليهمش يغلطوك كل احتراماتي ليك ميرسي سيد الرئيس وسامحنا نطلب توضيح يصحوا لنا تصويرتنا قدام الشعب اللي اعطوهم تصويره غلط على اللي نعملوا فيه ونضحوا به بالنسبه للشعب احنا نوفروا في الخبز بالفلوس ونشريه في الطرناطة متاع الفارينة 650 دينار اللي الكوش المدعمة ياخذوا فيها بلاش فلوس ويزيد فيهم في الفلوس كل شهادة 3 ملايين واش ياخذوا فيها بلاش رانا احنا ما نوصلوا نبيعوها لكم يا شعب ب 250 وب 300 فرنك الا احنا عندنا 50 فرنك وعندنا ماتريالنا ماخذينه ب 100 وب 150 مليون نلموا فيهم خمسينات اي نعم خمسينات يا شعب اللي تجيو تقولونا قدام كوشتنا تستاهلوا سكروا لكم راهو يا شعب غلطوكم راهو الخبزه كي بيعوها لكم مدعمه حتى ب 100 فرنك الخباز خالص خاطر ياخو في الفدينه بلاش وياخو اخر الشهر فلوس من عند الدوله بلاش به الموضوع هذا الاول الموضوع الثاني نطلبوا من سياده الرئيس سي قيس سعيد ما يسمعش المغالطات يهبط على ارض الواقع وعلى ارض الميدان ويشوف كل شيء بالشيفر والفاتورات اشكون اللي قاعد يسرق وشكون اللي ماشي صحيح مش كل واحد يقول الله اكبر يسمع كلامه ويصدقه لا سامحني شكون اللي قاعد يسرق وشكون اللي قاعد يمشي صحيح تفضل جاوب اللي قاعد ماشي صحيح باين واللي يسرق باين شكون الجماعة هاهم تكلموا تكلموا حسابية سي محمد حسابيا هل هاسكت ثماشي انسان من الشعب الكل 12 مليون تونسي باستثناء الخبازه اللي يعرفوا الموضوع الكل 12 مليون تونسي ماشي في بالهم الخبز المدعم كي يبيعوه لهم الكواش ب 190 فرنك هاي الخبزه ماشي في بالهم هذاك هو واحنا ولاد حرام ومش باين اللي هما ما في بالهمش اللي هو كيبيح الكوشة المدعمة ياخذ الفارينة راهو ياخذ في المئة كيلو بستة آلاف احنا ناخذه في المئة كيلو بخمسة وستين دينار بخمسة وستين دينار باش نبيعوها بثلاثمائة فرنك ولا بمئتين وخمسين فرنك عنا فيها ربع خمسين فرنك به سيادة الرئيس انت علاش تعطي فينا في كودات وفي رخص وتخلينا مرتين في مشاكل وبتياس والمزمر فينا عنده 100 مليون راي الكوشة ب 100 مليون اشكون يتكلم بخلاف هذا ب 100 مليون الكوشة اسكت ب 100 مليون به الناس الكل
ذعذعتونا والناس الكل ذعذعتونا. يا سيادي الرئيس احنا كي مسخنا صبعنا بالحبار وقلنا لك اسكت، كي مسخنا صبعنا بالحبار وقلنا لك انت يا اولى احد نحبوك حنين علينا ونحبك ما تسمعش كلامك السمان الكبار اللي يقولوا لك راهو هذوك يضوضوا في البلاد، لا هما يضوضوا في البلاد. الحاجة الثانية تعطينا كودات وتعطينا رخص وتقولنا اخدموا، بعد 10 سنين اطلعنا قدام الشعب اللي احنا مفسدين الصداق تعطينا رد اعتبار. سيادة الرئيس قيس سعيد نطلب منك مواطن وخباز وباسم كل المواطنين هذوما كل تعطينا رد اعتبار وتعطينا مراجعة للدوسي اللي يعطوهولك على الطاولة، تجيب أهل اختصاص وتعطينا رد اعتبار، خاطرنا احنا نخدموا في كوشة 300 سخانة ونوفروا في الباقيات للمواطنين باش نزيدكم أقوى حاجة. وقولوا هاك القضوي قالها كل عام، لحظة باش نعطيكم باش يحبوا الخبز المخابز المدعمة أو باش يحبوا المخابز غير مصنفة يبعدوهم من ثنيتهم، بعدوش من ثنيتهم، يعملوا أضراب اش باش يصير في الأضراب. يقولوا صبلنا ربيل اللي هما ملايين زرق اللي هما كي قصوا الخبز المدة اللي فاتت لقاوا الكوش المدعمة الكوش الغير مصنفة سدوا السوق وركحوا لهم الكل. ما همش مضمونين نفس القرار خرج الرئيس قال له خبز واحد شعب واحد 5 أيام وخبز خسرت علينا. سيدي قال له اصبر، سيدي من واحد الدعم قال له ما نصبروش ما نحش صابرين توا تحل التارينا تحل التارينا اسمه واحد الدعم. أربع شهور احنا عندنا 4 شهور.